انا الشغل الشاغل تاعي من ايام الاولى اللي شاركت في اول حكومه وندافع الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى النهار اللي فقدناها فقدنا التوازنات على الجزائر. صحيح. النهار اللي فقدنا الطبقه الوسطى ضربها الارهاب، ضربها الازمه الاقتصاديه، فقدنا التوازنات، ولات السيارات تلعب، لا بارسابيليزاتريس راحت. ومن ذاك الوقت وانا شخصيا مناضل تاع الطبقه الوسطى، بغض النظر ماهوش قضيه انتخابيه ولا سياسويه ولا، لان هي الركيزه تاع البلاد. الاقليات تبقى اقليات، ولكن الاغلبيه هي الطبقه الوسطى، هي المعلم، هي الطبيب، الصيدلي، الممرضه، هي الصحفي الى اخره. هذوك لازم نحليهم مشاكلهم. الناس اللي كانوا يتنبؤوا دعاة الشر اللي كرهوا الجزائر، كل كانوا بكلمة واحدة، الجزائر دوك تنفجر من أجل ساكن. الانفجار على وشك، انفجرت عندهم ما انفجرتش عندنا احنا، لأن احنا مشاكلنا ناخذها بعين الاعتبار. ما جو نمي با لا بوسيير سو التابي، فيه مشكل نحلو ونحلو بالإمكانيات نتاعي. ناس اخرين تقول لك الجزائر دوك تنفجر من البطالة، درنا المنحة نتاع البطالة انفجرت عندهم ما انفجرتش عندي، وهلما جر من تنبؤات سيئة على الجزائر.